السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات من كوزينتي. اليوم في الكوزينه راح نشوفوا استيوس تاع كاتو، استيوس تاع الكاوكاو. الكاوكاو قبل ما تستعملوه غسلوه مليح، عوموا عليه الماء، ديريه في انيه غسليه مليح وقيس ارمي هذاك الماء ونشفيه بان بابي ابسوربون كيما ناسي انا هكذا. غسليه حطيه في سنيوة تاع الفرن ومسحيه كامل من هذاك الماء باش كيشدلتي، مسحيه جيدا ونشفيه كامل هذاك الماء وعاودي دخليه للفرن يتحمر. خليه يتحمص راح يجي ما شاء الله، راح يرحلو هذاك التراب، راح المذاق نتاعو يجي ما شاء الله. خلينا نستعملوه هكذاك مباشره، جربوا هذه الطريقه ما راحش تندموا، راح يكون الحلوى تاعكم البنات تاعها ما شاء الله. هذا لاستيوس هو من عند عجوز اختي الله يرحمها ويوسع عليها، اللي كانت عطات لنا هذه الفكره الرائعه، قالت لك لازم تغسلوه قبل ما تستعملوه، حتى هي انها تغسلو تخليه في الشمس تفورو، عندها بزاف طرق تستعملها، ربي جاب لها رحمه في هذا النهار. انا نغسلو هكذا ونستعملو ما شاء الله، يعني ملي عطاتني هذه الطريقه هذه لاستيوس روعه روعه ما شاء الله، ربي يرحمها ويوسع عليها. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون عجبكم بعثيره لاستيوس نتاع اليوم. الى اللقاء، الى الملتقى مع تدبيرة اخرى من كوزينتي او استيوس اخر. شكرا على المتابعه، موفقين في تحضير حلويات العيد. ان شاء الله راح نقدم لكم بعض الحلويات المتواضعه من الحصريه والمتواضعه من مطبخي من كوزينتي. الى الملتقى مع وصفات الحلويات ان شاء الله، وشكرا.